تم زيارة الميدانية لعدد من المصانع، هذه المصانع التي استفادت مؤخرا من رخص النهائية. والمصانع التي كان موضوع زيارة هي المصنع الذي يصنع قطع الغيار للشاحنات الثقيلة، بالإضافة إلى مصنع المطاحن الذي استفاد هو الآخر بالرخصة النهائية. مرافقة المسؤولين يعني السلطة الولائية ولا الوزارة ولا يعني كانوا سند لنا، يعني بارك الله فيهم منذ بداية المشروع، وهما يعني يسمعوا الطلبة تاعنا ويرافقونا حتى في أي حاجة يعني يكونوا معنا.